المساهمة ديال الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في هذا المعرض هي أولا تأكيد على العمق ديال العلاقة اللي كتجمع المهنيين ديال قطاع البناء بكاملهم، يعني جميع الفيدراليات ديال المتدخلين في قطاع عملية البناء حاضرين بحال اللي تيكونوا حاضرين في البي تي بي اكسبو، يعني بتتبين هذه النوعية ديال العلاقة الحميمية اللي كاينة بين هذه المنظمات. هذه مناسبة أيضا يعني ديال تبادل الآراء حول الوضعية ديال القطاع، وأيضا يعني تعميم الأخبار حول التقدم ديال العقد برنامج اللي وقعناه في الحسيمة مع الحكومة ومع الجامعة الوطنية المغربية الاستشارة والهندسة، العقد البرنامج بحضور ورئاسة السيد رئيس الحكومة اللي كان فيه عقد إطار وفيه واحد 10 العقود تطبيقية مع 10 الوزارات المعنية بالموضوع، واللي احنا بدينا الآن يعني في العملية ديال يعني وضعه على في التطبيق.